السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لغات في قناتكم لتسلام. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مس خلود، والنهاردة إن شاء الله مكملين مع مادة الساينس الجزء الثاني من الدرس الثاني من كتاب المعاصر. نزل لكم على القناة الجزء الأول من الدرس الثاني من كتاب المعاصر، وده بإذن الله آخر جزء من الدرس، وبإذن الله كمان هينزل لكم الجزء المتبقي من أسئلة الدرس الأول. معلش إن هو السنة دي فيه لخبطة في ترتيب الدروس، بس بسبب تأخر الكتب. أخذنا مع بعضينا الاس بلوك والبي بلوك. التيبل ده في بيج عندك في المعاصر بيج 48، بيتكلم عندك عن حاجات كتير انت لازم تكون عارفها. لازم تعرف الالكالي ميتال والالكالين ايرث والهالوجين والنوبلز جاز. تعال نشوفهم وبعد كده نتكلم عليهم. بص بقى، انا هنقسم التيبل ده لفور بلوك احنا قسمناهم مع بعض. البلوك ده احنا مسمينه بقى اس بلوك، تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ اس بلوك. وده اخدناه في السيشن اللي فات اسمه ايه بقى؟ اسمه بي بلوك. وعندكم اللي في الميدل ده اسمه الدي بلوك، والاخيرا اللي من تحت ده اسمه ايه؟ الاف بلوك. انت لازم تعرف ان الاس بلوك موجود في الليفت سايد للبريودك تيبل، متكون من 2 جروب 1A and 2A. كمان لازم تعرف ان البي بلوك متكون من 6 جروب 1 2 3 4 5 6، وموجود في الرايت بلوك. كمان موجودين في الانرت جاز في اخر جزء عند في التيبل، والدي بلوك ده موجود في الميدل، والاف بلوك موجود في البوتوم او في اسفل التيبل. عندي مجموعة elements أو مجموعة عناصر ليها أسماء كده أنت لازم تعرفها. أول مجموعة عندي اسمها alkaline. alkaline، طب والالكالين دول هم أول جروب عندي، يبقى الالكالين دول أول جروب عندي باستثناء الهيدروجين. يبقى اللي لونهم أورنج دول اسمهم إيه؟ alkaline. alkaline هم كلهم ميتال، كلهم ميتالز، تمام. طب اللي بعديهم بقى جروب 2A اسمهم الكالين ايرث. الكالين ايرث تمام، وكلهم ميتال بقى، ما عندهمش اي استثناءات. بعد كده في جروب تاني اللي هو جروب A7 اللي موجود بقى الجروب اللي قبل الاخير ده، ده بقى اللي لونه البنفسجي ده اسمه جروب 7A، ودول اسمهم هالوجين. هالوجين، والهالوجينات دول عبارة عن الفلورين، كلورين، برومين، ايودين، والاستاتين، تمام. انت على الاقل هتعرف اول ثلاثة او اول اربعة. اخر جروب ده اللي هو الجروب الزيرو، الزيرو جروب، وده الانرت جاز او الغازات الخاملة او الغازات الكسلانة، تمام. يبقى عندك الكالين، الكالين ايرث، هالوجين، والانرت جاز. اول اتنين في الليفت واول اتنين في الرايت، تمام. تمام، تعال نشوف المعاصر بقى مصنفني ازاي. بيقول لك ان الالكالين جروب دول موجودين في 1A، تمام. في الاس بلوك مفيش مشكله، اخر الكترون في الاوتر موست في اخر انرجي ليفل فيهم واحد. طب ازاي؟ احنا لسه بنقول ان الالكالاي ميتال هما Li3، هما Na11، هما K19. تعال بقى نعمل configuration ده لدول. Li اللي هما 2-1، طب Na 2-8-1 2-8-10 plus 1-11 طب Na19 2-8-8-1. يبقى كلهم علشان اسمهم جروب 1A الاوتر موست انرجي ليفل،
يعني مستوى الطاقة الأخير عندهم ما عندوش غير أو لا يملك إلا إلكترونز واحد، تمام مفيش مشكلة. وإكزامبل عليهم ليثيوم صوديوم وكمان البوتاسيوم. طب إيه الإلمنت النوع بتاعهم؟ قال لك كل الجروبز ده ميتلز إكسبت الهيدروجين، ما عدا الهيدروجين، تمام لغاية هنا زي الفل. طب تعالى الجروب اللي بعده بقى اسمه إيه؟ 2A الكالين ايرث ميتال. الكالين ايرث ميتال موجود في الاس بلوك، اخر الكترونز عنده بيبقى 2 زي مين؟ زي البريليوم. البريليوم وتقريبا تحتيه المغنيسيوم ام جي 12 والبريليوم 4. لما تيجي تعمل كونفيجوريشن للبريليوم هيبقى 2 2. طب تعالى اعمل كونفيجوريشن للام جي المغنيسيوم هيبقى 2 8 2. يبقى انا كده عرفت ان كلمة جروب 2A معناها وجود 2 الكترونز في الاوتر موست او في اخر انرجي ليفل موجود عندي للالكترون. دول بقى مريحين نفسهم كلهم مين؟ كلهم ميتال. تعالى بقى سيب السايد الليفت وهنروح بقى للسايد الرايت. الجروب اللي قبل الاخير 7A واسمه الهالوجينز. هالوجينز وده موجود في البي بلوك، ودول بينتهوا بقى بسيفن الكترون زي الفلورين والكلورين. تعال بقى نوزع الفلورين والكلورين ونشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. الفلورين 9 2 7 طب الكلورين 17 2 8 7. يبقى كلهم الاوتر موست او الطاقه الاخير مستوى الطاقه الاخير عندهم كونتين ايه؟ 7 الكترونز، تمام. قال لك all are non-metal كلهم non-metal. اوكي طب اخر جروب عندي او last group اسمه zero group وده nobles gas. nobles gases او inert gas الاثنين او نفس الاسم بمعنى واحد. inert gases او nobles gases معناهم الغازات الخاملة او الكسالة، موجودين في البي بلوك عندهم 8 الكترونز اكسبت الهيليوم. اكسبت مين؟ الهيليوم. طب تعالى نعمل كونفيجوريشن ليهم كده ونفتكر هم مين جوه الانرتي جاز. الانرتي جاز دي جواها الهيليوم، جواها النيون، جواها الارجون، الكريبتون، الزيلون. طب انا مش هحفظ ده كله بقى والكونفيجوريشن بتاعه، حاول تحفظ بقى الهيليوم HE2، حاول تحفظ مثلا النيون NE10، حاول تحفظ الارجون AR18. انت هتحفظ اللي تحت الاتوميك نمبر نو، انت احفظ بس السيمبل. طب HE2 الكونفيجريشن بتاعه 2 بس اكسبتد 2 وده ساتوريتد. يعني ايه ساتوريتد؟ يعني كومبليتد، يعني الانرجي ليفل كده حصل له تشبع ممتلئ، هو اخد كل الالكترونات اللي يقدر ايه يستحملها. طب تعالى نعمل كونفيجوريشن لل NE10 هيبقى 2 8 KL. ايضا ال L ده ساتوريتد، هو كده برضو اخد كل الالكترونز اللي يقدر ايه يستحملها. طب الارجون اوكي اهو 2 8 8 نفس الفكرة. ايه ده؟ لا انت قلتي KLM، الام بتقدر تستحمل 18 وليس 8، يبقى ده مش مكتمل. لا 18 لو هي جوه، لو هي مش اخر اوتر موست. ما دام هي اخر اوتر موست يبقى ده ما تقدرش تستحمل فوق ال 8. هي كده ساتوريتد وكويسه ومرتاحه. يبقى كل النوبلز جاز اللي موجودين في ال في الزيرو جروب او في البي بلوك عندهم في الاوتر موست 8 الكترون اكسبت مين؟ الهيليوم اللي هو عنده ايه 2 الكترون ايه اونلي، وكلهم نوعهم نوبلز جاز او ايلنت ايه جازز، تمام. طب تعالى بقى اللي بعدها. هنا بقى بيقول لك لازم تعرف الدي بلوك وهم الجزء بقى اللي ما بين البي وما بين الاس. هي بتشغل او بتاخد حيز بقى موجودة في الميدل في المنتصف من البريودك تيبل. where it separate هي بتفصل ما بين الاس هنا والبي
اللي موجود هنا كل الاليمنتس اللي عندها ميتالز مريحه نفسها. بس خد بالك من المعلومه دي ان دي البريود 1 البريود 2 البريود 3 لغايه هنا الدي بلوك الاليمنت بتاعتها ما ظهرتش، هي ظهرت في البريود 4. يبقى الدي بلوك ابير بتظهر فين بقى؟ في البريود 4، والعناصر بتاعتها او الاليمنتس بتاعتها بسميها عناصر ترانزيشن ميتال، يعني معادن انتقاليه، يعني الميتال بيقل لغايه ما يبقى نون ميتال. تمام. اخر حاجه بقى الاف بلوك، هي اخر يعني مرتاحه جدا مش عايز تعرف منها غير انها موجوده في البوتوم، موجوده في اخر التيبل، وكل الاليمنتس اللي جواها ايه؟ ميتال. انا كده خلصنا التيبل. يبقى انت تعرف ان التيبل ده موجود فيه اس بلوك، بي بلوك، دي بلوك، اف بلوك. تعرف ان الاليمنتس اللي جواه 118 اليمنت. تعرف ان عندك 7 بريود كده وانت ماشي كده، وتعرف انك وانت ماشي لتحت كده عندك 18 جروب. تعرف ان الجزء ده او الـ A1 ده هو عبارة عن 1A هو عبارة عن الالكالاي، 2A هو عبارة عن الالكالين، A7 او 7A هو عبارة عن الهالوجين، والزيرو جروب او النوبلز اجاز. دول كلهم ميتالز ما عدا الهيدروجين، دول كلهم ميتالز، دول كلهم نون ميتالز، واخيرا دول نوبلز جاز. تعرف ان الدي بلوك كلها ميتالز، الاف بلوك كلها ميتالز. تمام. معلومات ان شاء الله بسيطه، وبكتر التكرار وبكتر الحل في المعاصر باذن الله المعلومه هتثبت عندك. تعال بقى نشوف ايه المتبقى عندنا. هنا بقى بيقول لي خد بالك، بنعتذر بعتذر على الصوره ان هي مش واضحه قوي. most metal، بس انت اكيد معاك الكتاب في ايدك. most metal have an electron configuration that end with 1, 2 or 3 electron. بيقول لك ايه هو الميتالز، او يعني انا اعرف الحاجات انها ميتالز ازاي. الميتالز دي قال لك most metal، اغلب الميتال اللي ممكن تقابلهم في حياتك انك تعرفهم انهم عباره عن بينتهوا ب 1 و2 و3 في الانرجي ليفل الاخير. طب تعالى ناخد كده واحد ميتال اهو، احنا كنا بنقول ان الجروب 1A اسمه الكالاي وكله ميتالز، وكله ايه؟ ميتالز. طب تعالى اعمل كونفيجوريشن للال اي للليثيوم 3 اهو 2 1. طب الان ايه؟ 2 8 1. طب ال 19 2 8 8 1. طب البريليوم 2 2 2. طب المغنيسيوم ام جي 2 8 2. طب الكالسيوم 2 8 8 2. يبقى اغلب الميتال الاوتر موست الاخير عندها، الاوتر انرجي موست الاخير عندها يا اما 1 يا اما 2. وانت بتقولي 3. تمام. تعالى اعمل كونفيجريشن للالومنيوم 13 اهو 2 8 3. يبقى most of metals contain 1 or 2 or 3 electron. فين بقى؟ في ال outer most energy level، في آخر ايه؟ مستوى. أما بقى النون ميتال أو النون ميتال مالهم بقى؟ قالك العكس، مادام دول عندهم 1 و 2 و 3 يبقى النون ميتال عندهم 5 و 6 و 7. طب وفي الفور فين؟ لا مالكش دعوه انت بقى بالفور لغايه ايه؟ ما تكبر شويه ونديها لك. يبقى موست نون ميتالز عندهم ايه بقى؟ عندهم في الاوتر موست يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7. هما موجودين فين؟ قال لي اغلبهم موجود في البي بلوك، اغلبهم موجود في البي بلوك النون ميتال. تمام. تعال خد اي واحد من دول. خد النيتروجين ان 7 اعمل له كونفيجوريشن 2 5. خد الفلورين F9 2 7. خد الكلو الاس السلفر اهو S16 2 8 6. يبقى انا دلوقتي عندي كل النون ميتال الاوتر موست بتاعها يا اما 5 يا اما 7 يا اما 6. طب اخيرا الانرت جاز كلهم قلنا بينتهوا اند وذ 8 الكترون اكسبت الهيليوم اللي بينتهي بايه؟ ب 2. يبقى ده الفرق ما بين الميتال والنون ميتال وما بين النوبلز جاز. الميتال الالكترونز اللي فيها less than 4، النون ميتال more than 4. تمام.
والنوبلز جاز كلهم 8 او A او 2 اللي هو الهيليوم. طب تعال نشوف بقى انت مركز ولا لا. Which of the following is true for the elements of period 2 in the periodic table. البريود 2 اللي هي ماشية كده تمام. It contain 2 inert gas. لا ليه؟ ما هي اخرها جروب واحد يبقى هيبقى فيها inert gas واحد اللي هو النيون. طب It contain 2 transition metal. لا ليه؟ لان الترانزيشن ميتال دول موجودين في الدي بلوك وهما مش بيظهروا غير في البريود 4. It start with metal. yes. اي واحدة او اي بريود بتبدأ عندي هنا بالالكالاي والالكالاي ده ميتال. and end with inert gas. صحيح. كل التيبل اهو كل التيبل بيبدأ عندي start with metal اهو كل التيبل البريود عندي ما عدا طبعا الهيدروجين اللي هي البريود 1 بتبدا عندي بميتال وتنتهي عندي بانرت جاز. ميتال وتنتهي عندي بانرت جاز تمام. يبقى الاجابه اللي انا بدور عليها هي نمبر سي. طب تعال نشوف هو حلها اهو تمام. تعال بقى نشوف باقي الليسون بتاعي. البريودك تيبل اند ذا الكترونز كونفيجوريشن اوف اليمنت. ده التوزيع اللي احنا لسه كنا موزعينه بس هو هنا بيوزع بالدوت. اوكي تمام. طب ناخد ايه بقى؟ ناخد الجزء ده لانه مهم جدا جدا. قال لي الاليمنتس اوف ذا سيم جروب. الاليمنت لنفس الجروب. نفس الجروب يعني انت نازل كده لتحت ماله بقى؟ قال لي are similar in the number of electrons found in the last energy level. صحيح صحيح يا مس انت عندك حق اهو. الليثيوم بينتهي ب1، الصوديوم بينتهي ب1، البوتاسيوم end with 1. يبقى كلهم متشابهين في الالكترونز اللي موجوده في اخر ليفل. ده فين ده؟ ده في الجروب وانت نازل كده لتحت. البريود قال لك لا. الاليمنت لنفس البريود are similar in the number of energy level. ازاي بقى؟ خد البريود نمبر 2 دي. تعالى كده شوف ال N A. بص 2 8 1. طب خد المغنيسيوم 2 8 2. طب خد الالومنيوم 2 8 3. يبقى عندها K L M K L M K الام. اه صحيح ده كلهم مشتركين عندي في عدد النمبر بتاعت الانرجي ليفل ودي البريود نمبر 3 وهتلاقيهم عندهم 3 من الانرجي ليفل. يبقى الاليمنت لنفس الجروب مشتركين في عدد الالكترون في الاوتر موست. اما الاليمنت لنفس البريود فهم مشتركين في عدد الانرجي ليفل اللي بيشغلها كل ايه الكترون. اوكي تمام بريب 1. طب تعال بقى ناخد سؤال it's very very important. بيقول لك why do elements of the same group share similar chemical properties. بصوا بقى علشان تفهموا الكيميكال بروبرتيز دي او الصفات الكيميائيه هي الرياكشن او التفاعل ما بين المواد وبعضها. يعني المواد بحكم عليها او بقول ان المواد دي تقدر تعمل تفاعل كيميائي او لا، بتشارك مين ولا لا، عن طريق الكيميكال بروبرتيز او عن طريق الالكترونات اللي موجوده فيها. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاليمنتس لنفس الجروب يعني لو خدنا الالكالاي كده لتحت مالهم؟ قال لي متشابهين في الكيميكال بروبرتيز. اه يمس ليه؟ لان الكيميكال بروبرتيز دي انا بحكم عليها من النمبر اوف الكترونز اللي موجوده في اخر الكترون في اخر اوتر موست انرجي ليفل. وهم يا مس صح كلهم موجود فيهم 1 الكترونز اونلي في اخر مستوى. يبقى يا مس كلهم مشتركين متشابهين في الكيميكال بروبرتيز بتاعتهم. قال لي because they have the same number
of electron in the last energy level in each of them. تمام؟ طب لغاية هنا احنا خلصنا جزء كبير وجزء مهم من الدرس التاني. خد بريك لاننا هنبدأ مرحلة جديدة من الدرس. ماشي؟ تمام؟ وقف كده الفيديو، خد اي بريك، كوباية شاي او موج نسكافيه، اي حتة حلوة كده عندك، وابدأ معايا من جديد. تعال بقى نبدأ الجزء ده. هنا بيقول لك لويس توت، ولويس ده اسم شخصية او اسم ساينتست عالم. استراكشر فور فالانس الكترونز. طب اول حاجة يعني ايه الفالانس الكترونز قبل ما اشرح لويس ده بيعمل ايه؟ الفالانس الكترونز يعني تكافؤ الالكترون. ويعني ايه تكافؤ الالكترونز دول؟ الذي ار الكترونز فاوند ان ذا لاست انرجي ليفل اوف ذا اليمنت اتوم. هي عبارة عن عدد الالكترونات اللي موجود في المستوى الاخير للعنصر. مفيش مشكلة، يعني مثلا انا عندي Cl17 عنده في اخر واحد 7. هو ده قصدك؟ يعني بالتقريب كده. بس احنا الفالنس تحت الالكترون مش هنجيبها من اخر واحد بالظبط. امال ايه؟ قال لي لا، لويس ده عمل طريقة ازاي اجيب الفالنس. طب بص اقول لكم على حاجة، الفالنس دي يعني التكافؤ. يعني ايه التكافؤ؟ يعني انا لسه قايلة ان الكيميكال بروبرتيز بتاعت الالكترونز بتاعت الاليمنت بتعتمد عندي على عدد الالكترونات اللي موجودة في المستوى الاخير. المستوى الاخير ده او عدد الالكترونات دي اللي بتحدد ازاي الاليمنت ده هيعمل شير او هيعمل مشاركة او هيتحد او هيعمل كيميكال رياكشن مع باقي العناصر علشان يقدر يكون مكونات او مركبات كيميائية. تمام؟ طب الالكترونات دي ساعات بقى هو بيسيبها، ساعات هو بياخد عليها، ساعات بيشارك بيها. تمام؟ فعدد الالكترونات اللي بتدخل في التفاعل الكيميائي سواء في عملية مشاركة او انه يسيبها او انه ياخد عليها بتحدد اسمه، واسمه ده اللي هو التكافؤ بتاعه. تعالوا علشان ما تتعبوش نفسكم وعلشان تفهموا كويس. مثلا انا عندي السلفر اللي هو S16، لما بتيجي تعمل له الكونفيجوريشن بتقول 2 8 6. تمام؟ لغاية هنا ما عنديش مشكلة. الـ6 دول هما بقى اللي بيدخلوا في التفاعل الكيميائي عن طريق لويس دوت استراكشر. هنشوف هما عندهم التكافؤ بتاعهم او الفالنس بتاعهم عبارة عن ايه. طب تعال بقى هنوزع ازاي. اول حاجة لويس ده قالك اكتب اسم العنصر، كتبنا اسم العنصر. هتعمل ديستربيوشن لاخر الكترونات. تمام؟ هعمل لها ديستربيوشن ازاي؟ قالك هتكتب في السايد ده والسايد ده والسايد ده والسايد ده. هتوزع سنجل. يعني ايه سنجل؟ يعني الكترون واحد. طب اوكي، ادي 1 من الـ6، ادي 1، ادي 1، ادي 1. تمام؟ لغاية هنا مفيش مشكلة. ايه اللي اتبقى عندك من الـ6؟ انا خدت منهم 4، اتبقى عندي كام؟ 2. وزع بقى كده بعد كده بيرز. بيرز يعني ايه؟ ازواج. اوكي، هعمل هنا زوج تاني، هعمل هنا زوج تاني. تمام؟ طب الاليمنتس ده محتاج عندي انه يبقى كومبليتد. يعني ايه يبقى كومبليتد؟ يعني يبقى مكتمل بالبيرز. مكتمل بايه؟ بالبيرز، بالازواج. هل هو مكتمل بالبيرز؟ لا، ده محتاج يبقى عنده بيرز تانية، وده محتاج يكون بيرز. فهو كده محتاج 2 الكترونز. محتاج ايه؟ 2 الكترونز. محتاج ايه؟ 2 الكترونز. اوكي، التو الكترونز دول يا اما بياخدهم، هنعرف ده بعد ده شويه في الليسن نمبر 4، يا اما هياخدهم من اليمنت تاني، يا اما هيعمل شير او هيعمل مشاركه علشان برضو يستفاد باتنين الكترون من اي اليمنت تاني. المهم في الجزئية دي انت لازم تعرف ان السلفر او عنصر السلفر
هو محتاج 2 الكترون، وعلشان كده انا بسميه دايافالنت، بسميه ايه؟ دايافالنت. وانتوا عندكم 3 اسماء دلوقتي هنعرفهم، حاجة اسمها المونو يعني احادي محتاج الكترونز واحد، وده الدايا دايافالنت يعني محتاج 2 الكترون، وعندي ترايا فالنت، وبعد شوية كمان هتعرف التترا يعني محتاج 4، يبقى مونو 1 دايا 2 وترايا يعني 3. تمام؟ طب تعالى ناخد عنصر تاني او إليمنت تاني ونوزعه ونعرف ازاي الليوزد ده بيوزع. مثلا لو انا عندي عنصر او إليمنت زي ال N7 النيتروجين 7، لما تيجي توزعه هتقول 2 5. تمام؟ تمام. لو نيجي نشوف الفالنس بتاعته هنجيبها ازاي من لويز؟ قالك اكتب اسم العنصر، كتبناه، خد اخر الكترونز، اخدنا الفايف، تعال نعملهم سنجل 1 2 3 4. تمام. متبقي كام من الفايف؟ متبقي 1. اعمل بيرز. طب انت محتاج كام بيرز دلوقتي، كام الكترونز عشان تكمل البيرز اللي عندك؟ انا محتاج هنا 1 وهنا 1 وهنا 1. تمام؟ علشان البرز دي كلها تبقى متكملة. يبقى ده ايه بقى؟ يبقى ده يا مس ترايا فيلنت. ليه؟ لانه يا مس محتاج 3 الكترون. طب ناخد واحد تاني؟ ناخد مثلا الكلورين. الكلورين ده Cl17، لما تيجي توزعه 2 8 7. تعال خده عشان تعرف الفالنت بتاعته. Cl هتاخد 7، توزع الاول سنجل 1 2 3 4. تمام. بعد كده متبقي من السيفن 3، هتيجي تقول 1 2 3. تمام. انت محتاج كم واحد دلوقتي؟ انا مش محتاج اعمل غير 1 بس. يبقى السي ال عبارة عن ايه؟ عبارة عن مونو. طب هو جايب لك جدول بقى في المعاصر وموزع لك بقى الليوز دوت. مثلا ناخد الليثيوم 2 1، فانت محتاج 1 واحدة بس علشان تعمل البيرز، فده اسمه ايه؟ مونو فيلنت. طب البريليوم هناخد 2، هنوزع الاول بتوزع سنجل 1 1، يبقى محتاج 1 و1، فده دايا فيلنت. طب تعالى بقى نكمل البورون 2 3، فهتاخد ال 3 هتوزع 1 2 3، فانت محتاج 1 2 3، فده اسمه ترايافالنت ثلاثي. طب الفور او الكربون 6، عنده 4، وزعهم سنجل. بعد كده هتوزع انت بقى محتاج 4 تانية، فده تترافالنت يعني رباعي. ونفس الفكرة احنا وزعنا النيتروجين الاكسجين اهو، هتاخد 6 1 2 3 4 5 6. تمام؟ تمام؟ هو عنده 2 داي بير وادي 2 بير، يبقى محتاج يكون هنا بير وهنا بير، يبقى ده دايا فيلنت. الفلورين 7، فانت هتوزع الاول 1 1 1 1، وبعد كده تكملهم بيرز 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 بيرز، فانت محتاج واحد هنا عشان يكمل بيرز، فده يبقى ايه؟ مون. اخر حد بقى الانرت جاز، لما تيجي توزع النيون فانت عندك 8، فانت هتوزع الاول سنجل 1 2 3 4، بعد كده دبل، يتبقى عندك من الايت 4 تانية اهو، يبقى انت مش محتاج ولا الكترون، فالفالنس بتاعته هنسميها زيرو فالنس. ليه زيرو فالنس؟ هو مش محتاج اي الكترون من بره. تمام؟ فهمتوا فكرة الليوز؟ ان شاء الله فهمناها. قالك طب باختصار كده ان الفالنسز بتاعة الاليمنت في جروب من 1 لـ 4، من 1 لـ 4، من جروب 1 لـ 4، من الجروب ده جروب 1 A و2A و3A و4A، اي حد جوه الاليمنتس دي بياخد الفالنس بتاعته من اسمه، يعني اللي موجود في جروب 1A الفالنس بتاعته بتبقى مونو، يبقى ده مونو 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 مونو. طب اللي موجود في جروب 2A بيبقى دايا، اللي موجود في جروب 3A بيبقى ترايا، واللي موجود في جروب 4A بيبقى تترا. تمام؟ اما بقى اللي موجودين من 5 لغاية 7
قال لك بجيب الفالانس بتاعتهم عن طريق قانون. لو انت مش عايز تستعمل اللويز 8 minus number last energy level. طب نشرح الحتة دي. مثلا هناخد الاكسجين، الاكسجين O8 تمام، عبارة عن 2 6، موجود في جروب A6. عرفت منين؟ عرفت من عدد الالكترونات بيديني رقم الجروب A6. طب لو انا عايز اعرف الفالانس، الفالانسي بتاعته من غير مرسم اللويز، اعمل ايه؟ اخد السكس دي اماينصها من 8 8 6 equal 2، يبقى الاكسجين ضايع. طب ناخد واحد تاني زي الكلورين Cl17 2 8 7، موجود فين؟ في الجروب 7a. طب عايز اعرف الفالانس بتاعته، عدد الالكترونات اللي عايزها او يشارك بيها، اخد 8 minus 7 equal 1، يبقى الكلورين ده ايه؟ مونو فيلانت. اتفقنا؟ تمام. طب سؤال في غاية الأهمية، ليه الفيلانس بتاعت النوبلز جاز أو الانرت جاز إيكوال زيرو؟ يا مس ما انت لسه قايلة كل الفيلانس معناها عدد الإلكترون اللي هو محتاجها. طب هو متكتمل عنده 8 يبقى ما هيحتاج؟ لا، يبقى because the last energy level in each of their atoms is completely filled with electrons. المستوى الأخير عنده completed، هيحتاج ليه؟ مش محتاج من حد. أوكي؟ تمام. اخر حاجه عندي في الليسون وهو ازاي تعمل ديترماين الاليمنت اللي موجود في البريودك تيبل. يعني انا اقول لك مثلا ان ايه، تقول لي موجود في انهي بريود وانهي جروب وانهي بلوك. اقول لك الان تقول لي انهي بريود انهي جروب وانهي بلوك. ايه ده؟ لا يعني انت عايزاني انا احفظ التيبل ده؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت احنا هناخد طريقه ازاي بقى لو انا قلت لك ان ايه موجود في انهي بريود وانهي جروب انت تقولها لي. طب بغض النظر عن المكتوب ده كله، تعال نشرح الطريقه وبعد كده نقرا المكتوب. الطريقه انك انت تعمل لوكيت او توقع او تقول موجود فين العنصر، بتعتمد على اول حاجه انك تعرف تعمل الكونفيجوريشن، سواء عملته بالنقط اللي هي الدوائر دي او عملته زي ما انا هعمله كده السي ال مثلا 17 هو عباره عن 2 8 7. تمام. عايز تعمله بالسيركل زي سيركل زي ما هو موجود عندك مثلا الكربون اهو سي 6، فالكربون عندك اهو، يبقى اول واحده عندك هي عباره عن 2 اهو سي 6 2 4 والثانيه جواها 4 1 2 3 4. اوكي مفيش اي مشكله. تمام. طب تعالى بقى هناخد من الرسمتين دول حاجتين، هناخد number of energy level وده اللي هيحدد لي البريود، ده اللي هيحدد لك ايه البريود، وهناخد number of electrons بس مش في اي electrons، لا في الاوتر موست في اخر energy level، وده اللي هيحدد لك رقم مين؟ رقم الجروب. تمام. يعني انت دلوقتي عايزة تقولي ان السي ال او الكلورين عنده 3 energy level K و L و M، يبقى هو موجود في البريود 3. اي انا عايزة اقول كده. طب وانت عايزة تقولي ان الكلورين علشان عنده 7 electrons في الاوتر موست الاخير يبقى هو في جروب A7. بالظبط كده، انت فهمته زي الفل. يبقى تعالى نطبقها على الكربون. الكربون عنده 2 energy level K و L، يبقى موجود في البريود 2. طب وفي انهي جروب؟ اخر واحد. خد اخر واحد، يبقى موجود في ال 4A او في الجروب نمبر 4. طب يبقى احنا دلوقتي عرفنا نحدده، بنحدد النمبر بتاعت الانرجي بتديك البريود، ونمبر العدد الالكترون بس في الاوتر موست في اخر حاجه بيديك ذا جروب النمبر. تمام. ما عدا الانرت جاز لان بنسميهم الزيرو جروب. طب تعال نشوف اكتر من هو، انا قلت على الكلور، تعال نوزع الكي 19 اهو 2881 كي ال ام ان، الانرجي ليفل عنده 4، يبقى موجود في البريود نمبر 4 وفي الجروب نمبر 1 1A. طب تعال نوزع الارجون او النيون
أرجون 18 تو 8 يبقى موجود في البريود 3، بس ما تقولش ان موجود في الجروب 8 8 8، لا ليه ما اسمهاش جروب 8 8، اسمها جروب الزيرو، الزيرو جروب. الانرت جاز اسمهم الزيرو جروب. فبيقول لك الهيليوم is the only noble gas with an electron configuration بتنتهي ب 2 electrons بس، ما عنديش غيرهم. And note، لاحظ ما بقول ما عندوش 8 electrons الهيليوم، باقي الانرت جاز الهيليوم سوري النيون الكريبتون الارجون عندهم ال 8 electron، اما الهيليوم ما عندوش غير 2. طب بيقول لك ان الانرت جاز لايك نيون لايك ارجون is in group 0، ما بقولش عليها جروب ال 8 او جروب 8 8، لا اسمهم جروب الزيرو. ليه؟ لان احنا قلنا الفالانسز بتاعتهم او التكافؤ بتاعهم equal 0، مش محتاجين اي ايه الكترونز. تمام، وده جدول بقى شارح لك حاجات كتير. لو احنا مثلا هناخد الام جي منه، فالام جي ده المغنيسيوم الاتوميك نمبر بتاعه 12، الالكترون كونفيجوريشن بوزع 282 كي ال ام، فدول عباره عن 3 انرجي ليفل، منهم هجيب البريود اهو. فين البريود؟ اهو البريود نمبر 3 بي اي، البريود نمبر 3 عندي 2 الكترون في الاوتر موست، فمنهم هجيب اسم الجروب. طبعا ما دام واقع في جروب 2 اي فده موجود في الاس بلوك. طب لو انا جيت رسمت اللويس ستراكشر، هاخد اخر 2 الكترون هوزعهم 2 2 1 1 سوري، فهو محتاج هنا 1 الكترون وهنا 1 الكترون، فده يعتبر دايا فيلنت، يعتبر دايا ايه؟ دايا فيلنت. تمام، طب تعالى ناخد واحد تاني اهو زي الارجون. لما تيجي تعمل له كونفيجوريشن 288 عنده 3 انرجي ليفل، يبقى موجود في البريود 3، اخر الكترونز عنده 8 فيبقى موجود في الزيرو جروب، وما دام هو انرت جاز يبقى موجود في البي بلوك اخر واحد. لما تيجي توزع اللويس بتاعته هيبقى عباره عن كلهم بيرز، وده يعتبر الزيرو فالانس. تمام، تعال بقى نشوف اكتر من اسئله او اكتر من سؤال على الجزء ده. calculate atomic number، احسب الاتوميك نمبر of each of the following element. element x located in period 2 and group 7a. تمام، بص يا ميس، البريود عندي التو، يعني انا عندي 2 انرجي ليفل، تمام K و L. تمام، غايت هنا مش مشكلة. جروب 7A يعني مس موجود عندي في اخر الكترونز عندي موجود 7، فاكيد كان موجود قبلها 2. اوكي، يبقى الاتوميك نمبر هو عبارة عن the number of electrons، يبقى الاتوميك نمبر هو عبارة عن 2 plus 7 equal كام؟ equal 9. تمام، طب number 2، element y locate in period 3، period 3 يعني k l m، k l m موجود في جروب 0، اوعى تكتب هنا 0، لا جروب 0 يعني موجود 8 من الالكترونز. طب اكيد كان قبلها 8 واكيد كان قبلها 2، يبقى عندي كام من اتوميك نمبر؟ هو الاتوميك نمبر هو النمبر بتاع الالكترونز، يبقى 2 plus 8 plus 8 اللي هيبقى كام؟ 18. تمام، عرفت بقى بنعمل الاتوميك نمبر ازاي او بنستخلصه ازاي. طب هنا بيقول لك نوت، لاحظ ان ذا سيم بيريود، في نفس البيريود ان ذا مودرن بيريودك تيبل، مالها بقى؟ قال لك ذا اتوميك نمبر اوف ان اليمنت اكزيستس، اكزيست يعني بيزيد، ذات اوف ذا بريسيدنج اليمنتس باي 1، يعني كل element بيزيد عن ال element السابق لي بمقدار A 1. زي مثلا عندي هنا مثلا ال NA 11 MG 12 AL 13 اهو، ال AL exist يعني بيزيد عن ال MG ال preceding لي السابق لي by 1، MG بيزيد exist عن ال NA السابق لي preceding by 1. تمام، طب in same group وانت نازل لتحت بقى of periods 2 and 3 مالو؟ the atomic number of an element exists of preceding element by 8. مثلا انا عندي LI
3 ان ايه 11 كي 19 تمام. دي بريود 2 دي بريود 3 ودي بريود 4 مالهم؟ قال لي بيزيد ب 8. تعالى كده ادي 3 وادي 11 11 ماينس 3 8 19 ماينس 11 8 يبقى ما بين البريود الاليمنت اللي جوه البريود واللي بعديه باي 1 اما ما بين في الجروب نفسه اللي تحت كده بيزيد باي ايه باي 8 اما بالبريود كده بيزيد ايه باي 1 تمام. طب discover a new elements between sulfur S16 وكلورين 17 في المودرن بريودك تيبل؟ لا ليه؟ لان كل واحد عندي بيزيد ب 1 ودي 16 و 17. قال لي ان مودرن بريودك تيبل نو ما اقدرش اكتشف بيكوز ذا اتوميك نمبر اوف ان اليمنت از ان انتجر وعدد صحيح ما عنديش حاجه اسمها 16.1 مثلا and increase by one from one element to another بيزيد بواحد من واحد للتاني. قال لي ممكن في المستقبل if elements are reclassified ممكن لو اعدنا تصنيف العناصر مره تانية in different way other than ascending atomic number تمام then the scientist might discover a new element ممكن ساعتها العلماء يقدروا يكتشفوا ايه عناصر. question study the opposite figure which illustrated الشكل ده بيوضح عندك الكترون elements configuration of element x atom in the modern periodic table then conclude استنتج the atomic number عايز يستنتج ال atomic number تمام. هنا بقى عنده كم energy level ادي 1 2 تمام ادي 1 2 kl عندي هنا 2 وعندي هنا 1 2 3 4 اهو الاتوميك نمبر 6 2 بلس 4 ايكوال 6. طب بيقول لي of the element y which follow x in the same period يعني عايز y اللي بعد الاكس ده في البريود يبقى عندها 7. طب والاليمنت ذات يعني لو جبنا الاكس كده في النص عايزين الاليمنت اللي بعده في البريود اللي هو y وعايزين الاليمنت اللي بعده في الجروب اللي هو ذات y في الجروب في نفس البريود هيبقى عندها 17 سوري 7 لانه عنده 6 و ذات اللي موجوده عندي في الجروب ما دام 6 يبقى 6 بلس 8 ايكوال 14 تمام. ودي الاجابه. طب تعالى هنا الالكترون كونفيجريشن اوف اتوم ريفلز زير بروبرتيز الكيميكال بروبرتيز بقى تحت الاليمنتس ودي حاجة مهمة جدا بتعتمد عندي على number of electrons in the outermost energy level وقلنا الكيميكال بروبرتيز الصفات الكيميائية هنتعرف عليها دلوقتي بتعتمد على آخر electrons موجودة في outermost while differences in the number of neutrons in their nuclei in difference in some physical properties يعني النيوكلي او النيوترينز اللي موجوده مع البروتونز بتختلف عندي في الفيزيكال بروبرتيز. تاني اللي بيأثر عندي في الكيميكال بروبرتيز الكيميكال بروبرتيز اللي بيأثر فيها عدد الالكترونز عدد الالكترونز اللي موجوده the number of electrons in the outermost energy level ده اللي بيأثر عندي في الكيميكال بروبرتيز. اما الاختلافات اللي موجوده في النيوترينز النيوترينز دي اللي موجوده في مع البروتونز جوه النيوكليس بتاثر او بتعمل اختلافات عندي في الفيزيكال ايه بروبرتيز. طب تعال نشوف الفيزيكال بروبرتيز هنا بيقول لي مثلا لو انا اخدت الالكالاي ميتالز اللي موجودين في جروب A1 مالهم زي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم لو لاحظتوا كلهم مشتركين في الوان الاخير سوري يبقى كلهم عندهم بروبرتيز بريب 1 كيميائيه او كيميكال بروبرتيز تقريبا متشابهه. هنا بيقول لك الاتوميك ريديوس والاتوميك ريديوس هنعرفه بعد شويه هو السايز بتاع مين بتاع الاتوم والميلتنج بوينت دي نقطه الذوبان وبرده كلهم دول الصفات دي هنعرفها في ليسون نمبر 3 melting point, boiling point, atomic radius
اغلبهم الاتوميك راديوس هنعرفه دلوقتي، بس البلانتنج بوينت والبويلنج بوينت هنعرفهم في ليسون نمبر 3 بالتفصيل. هتشوف ان هنا 157 181 134 1347. تمام. طب ده الاتوميك راديوس بقيسه بالبيكوميترز. طب تعالى ايه، تعالى نشرحه اهو. ده الاتوميك راديوس. يعني ايه الاتوميك راديوس؟ يعني السايز. لما بتيجي ترسم سيركل كده بتحتاج كومباس، وبتحتاج تعرف السنتر بتاع السيركل، وتحتاج تعرف الراديوس او السايز بتاع الجزء ده. تمام. فالراديوس ده او الاتوميك راديوس هو عباره عن السايز كده كانها كوره، وانا عايز اعرف الجزء ده من السنتر لغايه اخر السيرفس. تمام. قال لي لو انا هاخد نفس الجروب يعني انا نازل من فوق لتحت. قال لي the atomic radius of elements in the same group increase، بيزيد as the atomic number increase. ليه؟ ال Li عنده 3 electrons بس، ال Na عنده 19، يبقى ال Li صغير وال Na كبير. سوري، ال Na 11. طب لو جينا رسمنا بقى ال K19 البوتاسيوم، هنلقاه ال atomic radius بتاعته اكبر من مين؟ من ال Na. تمام. يبقى الاتوميك راديوس او الاتوميك رادي ماله بقى؟ بيزيد انكريز في نفس الجروب بزياده الاتوميك ايه؟ الاتوميك نمبر، من التوب للبوتوم، من فوق لتحت. طب هنشوف الميلتنج بوينت اند بويلنج بوينت، نقطه الغليان ونقطه الذوبان. هنا بقى بيقول لي ان الالكالاي ميتال اللي هم جروب نمبر 1A هم بيدوبوا الميلتنج اند بويلنج بوينت اوف الكالاي ميتال decrease، بتقل as atomic number increase. يعني كل ما الاتوميك نمبر زاد كل ما نقطة الغليان قلت. طب نرجع للتيبل كده اهو اللي كان عندنا كده، الاتوميك نمبر عمالة تزيد، ده كان 3، ده كان 11، ده كان 19. تعال شوف الميلتنج بوينت، هنا كانت 181، هنا 98 64. يبقى ايه اللي بيحصل للميلتنج بوينت؟ عماله تقل. طب وايه اللي بيحصل للاتوميك راديوس؟ ده عمال يزيد، عمال ايه؟ يزيد. يبقى في الالكالاي الميلتنج اند بويلنج بوينت بتقل بزياده الاتوميك نمبر عكس الراديوس. عكس ايه؟ الراديوس. طب تعالى نشوف بقى تاثير الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت على الهالوجين. الاول انت فاكر مين الهالوجينز؟ الهالوجينز دي مس دول اللي موجودين في الجروب القبل الاخير في جروب A7. بص يا مس، كمان انا شاطر، انا فاكر كمان ان كلهم نون ميتال. برافو عليك. طب تعالى بقى نشوف الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، هل هي زي الالكالاي ولا لا؟ بصوا، الالكالاي والهالوجين دول عكس بعض تماما. مدام دي بيحصل لها ديكريز في الميلتنج بوينت واحنا نازلين لتحت بزياده الاتوميك نمبر، الهالوجين عكسها. الميلتنج اند بويلنج بوينت اوف هالوجين انكريز، بتزيد بزياده الاتوميك نمبر من التوب للبوتوم. طب تعالى نرجع للتيبل اللي قدامنا اهو، الهالوجين، الكلورين، الفلورين، البرومين والايودين، وكمان كان قبل الكلورين في الفلورين. هنا بقى بيقول لك ان الاتوميك راديوس بتاعهم نفس الفكره، بيزيد. يبقى خد بالك الاتوميك راديوس للاثنين سواء الالكالاي او الهالوجين بيزيد بزياده الاتوميك نمبر، لانه في الاول وفي الاخر ده سايز، هو هيودي فين الالكترونز؟ ما الالكترونز عماله تزيد فبتزود السايز بتاع مين؟ الاتوم. اما الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت هي اللي بتختلف بقى. الميلتنج بوينت قلنا في الالكالاي هي عماله تقل، لا في الميلتنج بوينت بقى مع الهالوجينات هي عماله ايه؟ هي عماله تزيد. نيجاتيف 101، نيجاتيف 7، 114. الايودين بيدوب عند درجه حراره 114، درجه حراره عاليه تعتبر، ماشي؟ اعلى من الميه، اتفقنا؟ سوري، الميه بتذوب عند زيرو. طب تعالى بقى نكمل نشوف هو قايل لك ايه. قال لي التيبل ده بيوضح لك ان انا الفرق ما بين السوليد والليكويدز والجاز. يعني مثلا اغلب
العناصر الصلد يعني الصلبه، مالها؟ اللي بتدوب فوق more than 25 degrees celsius. طب ليه اخدنا 25 degrees celsius؟ قال لي دي تعتبر درجه حراره الغرفه الروم temperature، يعني من غير اي تاثيرات، لا مروحه ولا تكييف ولا حاجه. يبقى اي ماده سوليد بتدوب بيحصل لها ميلتنج وبويلنج مور ذان 25. طب الجاز؟ لا، ليس ذان 25. طب الليكويدز؟ قال لك ليس ذان 25 مور ذان 25، يعني ممكن يكون اقل من 25 واكتر من مين؟ من 25. ويجيك سؤال على الجدول ده يقول لك ليه الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت للليثيوم والبوتاسيوم higher than the temperature room، يعني اعلى من 25 degree، لانه يمس اكيد solid because كل من solid elements at room temperature، هما الاثنين في درجة حرارة الغرفة يعتبروا solid، فهما بيدوبوا او بيحصل لهم melting after 25. طب الmelting point and the boiling point للكلورين وده جاز are lower، اقل من درجة حرارة الغرفة، because it is a gaseous element، هو gas element، واحنا قلنا الجاز element بيحصل له melting point ايه؟ للزان 25. اتفقنا؟ تمام. تعال عندنا هنا questions بيقول from opposite table conclude static the physical state of each of element x and element y. طب element x melting point بتاعتي -7.2 والboiling point 58.8. طب احنا قلنا ان درجات الميلتنج ودرجات البويلنج عند درجة حرارة اما فوق ال 25 يا اما اقل من ال 25. تعال نرجع لهم اهو. هنا بيقول لك بقى ان لو كان سوليد الاثنين درجات الحرارة الاثنين بيبقوا مور ذان. طب الليكويدز ماله؟ درجة الميلتنج بتبقى اقل من 25 والبويلنج اكتر من 25. طب تعال كده اهو، الميلتنج عندي اقل من 25 والبويلينج اكتر من 25، يبقى اكس ده ايه؟ اكس ده ليكويدز. طب واي الاثنين نيجاتيف، يبقى الاثنين اقل من 25، يبقى واي ده ايه؟ واي ده جاز. بعد كده ندخل بقى في الكيميكال اكتيفيتي الجزء اللي بعد كده، او التفاعلات او النشاط الكيميائي. قال لي ان ذا تو جروب اوف الكالاي اند الكالاي ايرز، الالكالاي والجنب A1 واللي جنبه A2 مالهم؟ قال الكيميكال اكتيفيتي اوف ميتالز انكريز. يعني ايه ميتالز؟ قلنا الميتالز دي عباره عن الاليمنتس اللي لما باجي اعمل لها كونفيجوريشن بيبقى عندها في الاوتر موست يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 الكترونز. طبعا وهي ليها بروبرتيز كتير، زي ان هي كويسه جدا في توصيل الكهرباء، كويسه جدا في توصيل الهيت الحراره، منهم اليمنت بتكون شايني، منهم اليمنت بتبقى اكتيفيتي مور ذان مور اكتيفيتي، يعني نشطه جدا للتفاعل الكيميائي وهكذا. With increasing the atomic number، يبقى الميتلز بتزيد بزياده الاتوميك نمبر، وانت نازل كده كل ما بتنزل لتحت الميتال ايه او الصفه او البروبرتيز للميتال بتزيد عندك. طب الالكالين ايرث اللي هم جنبهم A2 اللي جواهم البريليوم وجواهم المغنيسيوم ام جي مالهم؟ قال لي ليس اكتف، هم بيكونوا اقل في النشاط من الالكالاي. يبقى الالكالاي دول اول ناس في العنصر في الجدول، دول مور اكتف مور اكتف. وشويه قدامها تعرف ان من كتر ما هم مور اكتف احنا بنضطر نحفظ الليثيوم والصوديوم تحت اسطح ما يحصل لهاش انفجارات، لانهم بينفجروا او انهم بيتفاعلوا بشده او بخطوره مع الاكسجين اللي موجود عندي فين؟ في الهواء، من كتر ما انهم اكتر في الايه؟ في الاكتيفيتي. ماشي تمام. يبقى الالكالاي مور اكتف، اكتر نشاطا من الالكالاي، اكتر نشاطا من الالكالاي ايرث اللي جنبهم. وصفه الميتالز بتزيد عندي مع زياده الاتوميك نمبر. طب نفتكر الجزء اللي فات مين كمان كان بيزيد معايا مع زياده الاتوميك نمبر؟ الريديوس. تمام، الريديوس كان عندي بايه؟ بيزيد. طب مين كان بيقل؟
كانت بتقل الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت للالكالاي. تمام، وانت كده لازم تعمل لينكد او تربط الانفورميشن ببعضها. طب تعال بقى نشوف الهالوجينز اللي هم اخر ناس. قلنا مع زياده الاتوميك نمبر لتحت، قلنا مين بيزيد؟ قلنا هناك بيزيد حاجتين، بيزيد الراديوس وكمان بتزيد الميلتنج بوينت والميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. هنا كمان بيزيد بيقل عندي بقى مين؟ عكس دول. قلنا دايما A1 A7 عكس بعض، بيقل عندي الاكتيفيتي او النشاط الكيميائي بتاعه. تمام، يبقى النشاط الكيميائي بيزيد في الـ A1 بيقل فين؟ في الـ A7. نكمل معلومة هنا بقى صغيرة، بيقولك ان السيزيوم ده اللي هو موجود اخر واحد في التيبل في جروب A1 في الالكالاي is the most active metal، اكتر واحد بيكون نشيط. واي الفلورين؟ الفلورين ده اللي موجود في الهالوجين اهو فوق اهو، بيقولك is most active non-metal. فخد بالك من معلومة مهمة جدا تسأل عليها في complete وتشوز، ان السيزيوم ده من الميتال هو اكتر واحد اكتف، اما الفلورين هو اكتر واحد اكتف في مين؟ في النون ايه؟ في النون ميتال. بكده بقى جريد بريب 1 3 نكون خلصنا عندنا ليسون نمبر 2. لو عندك اي سؤال هسيب لك لينك التليجرام لبريب 1، ادخل على او نزل تطبيق التليجرام، ده تطبيق مفيد جدا، هتلاقي عليه اغلب الكتب، هتلاقي عليه اغلب المذكرات، هتلاقي الاسئله اللي بيسالوها الطلبه اصدقائك واحنا بنرد عليها. لو عندك اي استفسار في ماده الماس الساينس الاي سي تي اكتبوا عندنا في التليجرام واحنا باذن الله بنرد عليه. اسيبكم في رعايه الله، يا ريت تعملوا لايك وشير، ضغطتك للشير او ضغطتك لللايك بتزيد فرصة الفيديو ان اكتر ناس من اصدقائك او يوصل لاكتر ناس في بريب 1، وده بيحفزنا ان نحن نعمل اكتر من ايه؟ من فيديو. تمام؟ طب استنونا كده في الجزء الثاني لليسون نمبر 1، واعذروني لو كان في اي اخطاء، المنهج طويل وكبير وانا بحل بسرعة، وبصراحة كان ما عنديش وقت كتير، فعذرا لضيق الوقت السنة دي ان انا بشير لكم اجزاء من حصص الاونلاين. اوكي، اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة، باي باي بريب 1.